شيخنا، هذه إحدى المتصلات تقول: هل يجب تغطية الذقن بالنسبة للمرأة في الصلاة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على المرأة في أثناء الصلاة أن تكشف وجهها، فكيف تسأل عن موضوع تغطية الذقن؟ ولكن إن كانت تعني أن تكون بمحضر من الرجال فيجب عليها أيضا أن تغطي كل وجهها بما فيه الذقن. فهنا الحقيقة لا علاقة للصلاة بموضوع سؤالها الآن وهو الذقن، لأنها الأصل أنها تكشف وجهها في الصلاة ولا تغطي ما دامت وحدها أو ليست بمحضر من الرجال الأجانب. هذا ما يتعلق بتغطيته. وكما ذكرت، إذا كانت بمحضر من الرجال الأجانب فالأصح قول العلماء أن يجب عليها أن تغطي وجهها كله بما فيه الذقن. والله أعلم.